السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في شهيوة ملك الأطلس. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نحضر معكم مسمن معمر بحشوة اقتصادية جدا وسهلة، مسمن مورق يجي زوين. وقبل ما نبداو الفيديو إن شاء الله، متنساوناش إن شاء الله تشتركوا في القناة شهيوة ملك الأطلس، بارطاجيو مع الأهل والأصدقاء باش تعمل فائدة إن شاء الله على الجميع، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله بحول الله. بسم الله على بركة الله. مقدار ديال الفرس ومقدار ديال الفينو على حسب الكميه اللي بغيتو تعجنو. مسمن ساهل سهل جدا، ما غاديش نضيف عليه اي حاجه غير الماء والملحه ونعجنوه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. ندير الملحه والملح على حسب الذوق، ونخلط الدقيق ونجمع العجينه ان شاء الله. هي من بعد ما جمعت العجينة، تجي العجينة بهذا الشكل هذا. نخلي العجينة ترتاح وندوزو للحشوة إن شاء الله بحول الله. هذه هي الحشوة الاقتصادية جدا سهلة. عندنا الكفتة الدجاج، نبصلة كبيرة قطعتها بهذا الشكل على الطول، جوج فصوص من الثومة، عندنا فلفلة حلوة حمراء، فلفلة خضراء حلوة، القرعة أو الكورجي، حكيتها في الحكاكة بهذا الشكل هذا. حبة وحدة من مطيشة صغيره قطعتها بهذا الشكل. عندنا في العطريه الملحه، البزار، سكنجبير، الخرقوم البلدي، التحميره. استعملت جوج مقالي، وحده غنشحر فيها البصله والخضره، وحده غنشحر فيها الكفته الدجاج. نضيف زيت العود، من بعد ما تشحرات البصله نضيف الفلافل والقرعه او الكورجي. بسم الله. هي الحشوه من بعد ما طابت طا ديال الدجاج، زدت عليها قاتل المعدنوس، وهي ديال الخضره. نخليهم جانبا يبردوا وندوزوا للعجينه ان شاء الله بحول الله.
ما خديتش العجينه كامله. كبر العجينه كبيرات صغيره بهذا الشكل. وندهن سطح العمل ونحطهم. بعد ما كورت العجينه بهذا الشكل وغنورك العجينه بالزيت وما بين الفينو والفرن مخلطين، وندهن بالزيت وغنبسط جوج كويرات. وندهن بالزيت ونرش بالدقيق ونحط العجينة فوق الأخرى بهذا الشكل. نخليها جانبان وغنهز جوج أخرين وغنستمر تنكملهم. من بعد ما كملتهم وخديت الاولى وغنبسطها تاني. من بعد ما ورقت العجينه بهذا الشكل غندير دابا الحشوه ان شاء الله. من بعد ما درت الحشوه في الوسط العجينه بهذا الشكل وغنردوا العجينه فوق الحشوه. من بعد ما رديت العجينه بهذا الشكل غندهن بالزيت ونرش شويه الدقيق ونرد الجوانب ديال العجينه. ونطيبهم ان شاء الله في المقلة. درت المقلاة تسخن ونبسطو المسمنة شوية ماشي بزاف، نبسطوها غير واحد شوية وغنطيب فيهم ان شاء الله.
هو المسمن. من بعد ما طاب كيجي بهذا الشكل، مسمن معمر بالحشوة اقتصادية جدا، بنفس العجينة نعمرها بنفس الحشوة ونديرهم سمنات صغار بهذا الشكل هذا، نديرهم في الفران كيجيو مقرمشين زوينين، كيجي المسمن مورق. المسمن وجدوه للقطي بهذا الشكل. هادو هما ديال الفران، ودرت فوق المسمنات مجموعة اللات، قطعتو قطع صغيرة درتو الفوق هكا بهذا الشكل للتزيين فقط، محمرين كيجي مقرمش ورائع رائع جدا. كنتمنى تجربوه كيجي زوين بزاف. ما تنساوناش ان شاء الله تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده ان شاء الله على الجميع. ما تنساوناش باللايك. خليت لكم الراحه. والسلام عليكم.